عندما كان في أودينيزي وسامدوريا، والبداية كانت في نابولي رأس الحربة اللي بيلعب في المقدمة رقم 83 ومعه اللاعب ميسي رولي رقم 7. التشكيلة الهجومية ميسي رولي يلعب في الجانب الأيسر، وادي أمامنا ناجاتومو، هدفين هذا الموسم وأول أهداف اللقاء عن طريق اللاعب فلاسيو، ناجاتومو فلاسيو الاثنين اللي بيسجلوا لفريق نادي الانتر. وامامنا هنا كرة وفلاسيو خد كرة حلوة قوي من ناجاتومو، وناجاتومو عملها عرضية وفلاسيو الهدف الثالث ليه في 4 لقاءات. يتقدم نادي الانتر في البداية القوية لنادي الانتر، يعني لم يصمد كثيرا فريق نادي ساسولو. وامام هذه الهجمة شوف الانطلاقة وفارق السرعة وعدى من جاتزولا ولعب العرضية السهلة، شوف المساحات، بداية الهجمة هنا من اللاعب جوان وانطلاقة ناجاتومو وتمركز اللاعب فلاسيو وهدفه الثاني 22. منتصف الشوط الأول من اللقاء نادي الإنتر متفوق، يستعد نادي الإنتر للقاء القادم بقى فيرونتينا وبعدها مع كاليري ثم مع روما. وادي أمامنا فلاسيو فضي نفسه حلو قوي فلاسيو، لكن الحارس على مرتين والمتابعة جول، المتابعة جول، سفير تيدر، سفير الكرة الجزائرية في ملعب اللقاء، سفير تيدر مع وجود الفضيلة دكة البدلاء. هنا فلاسيو يسدد والمتابعة من سفير تيدر أمامنا بيسجل الهدف الأول لهذا الموسم، كان سجل الموسم الماضي مع فريقه السابق مع فريق نادي بولونيا، سجل في مرمى اليوفي كالياري بارما. شوف فلاسيو فاضي تماما مع زيجلر وحارس المرمى هنا بوميني، والكرة يعني تتحول في ايده وتعلو فوق، ويأتي بقى هنا اللاعب سفير تيدر امامنا ويسجل في هذه اللحظة الهدف الاول ليه مع نادي الانتر ناديه الجديد، في المتابعة الجميلة الحقيقة من تيدر، وتبقى النتيجة في الدقيقة 23 في مارس من عام 2012. استراماتشوني خبراته قليلة جدا، استراماتشوني يعني هو من تولى المهمة بعد إقالة رانييري وقبلها جاسبريني، يعني خدوا الحقيقة مشاكل. وأمامنا الهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق اللاعب المتألق في مباراة اليوم. أدي أمامنا هنا الأخطاء الدفاعية والأمور الصعبة وهدف للاعب سفير تيدر يسجل هدفين، الهدف الأول ليه كان في دقيقة 23 والهدف الثاني ليه والثالث لفريقه في الدقيقة 33. خدع حلو قوي، استغلال الهفوات والأخطاء الدفاعية، جوارين يلعبها وأمامنا هنا يعني متأخر قوي في التغطية الدفاعية المدافع رافاييلي باتشينو، وشوف بقى الكرة طبت، الكرة دي لما تطب ما يقدرش عليها المدافع يخطفها بفدائية. اللاعب سفير تيدر أمامنا هنا تمنى يكون متألق في لقاء المنتخب البوركيني في تصفيات كأس العالم المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله، التأهل للفرق العربية تونس ومصر والجزائر وبإذن 35. إلى باتشينو رقم 2، باتشينو إلى مانيانيلي، مانيانيلي أمامنا الضغط من جانب ساسولو، لكن نادي الإنتر يلعب على الهجمة المرتدة، انطلاقة عن طريق ريكي ألفاريز ومعاه فلاسيو المساحة الخالية. وادي أمامنا هنا فلاسيو المتابعة من ريكي، والرابع ريكي ألفاريز أمامنا يسجل في مرمى كاتانيا في إطار الأسبوع الثاني ويسجل الهدف الثاني لهذا الموسم والرابع لفريقه في لقاء اليوم. وأمامنا هو هدف في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب ريكي ألفاريز أمامنا يسجل الأرجنتيني ريكي ألفاريز هنا في هذه اللحظة وفي هذه اللقطة، يعني المحاولة الجميلة من فلاسيو والهجمة وبدايتها. أدي ريكي إلى فلاسيو، وشوف بقى روسيني والدفاع فريق نادي ساسولو في غياب تيرانوفا المدافع الأساسي، ومحاولة أمامنا هو من فلاسيو والمتابعة في اللقطة اللي أمامي من جانب اللاعب ريكي ألفاريز اللي بدأ الهجمة واللي صنع الهجمة، لكن فلاسيو حقيقة متحرك وكان مع فريق باليرمو وأعير إلى نادي فارينزي. أمامنا هنا الهجمة والاستلام حلو قوي من ريكي، أدي ريكي ألفاريز 25 سنة الأرجنتيني، ريكاردو ألفاريز الشهير بريكي، ريكي عدى حلو قوي ومرور رائع من ريكي، ويلعب بقى فين؟ لازم يلعب في البعيدة لجوارين، لكن ترجع له مرة تانية ولد لمة حلوة قوي، ومن ليه يا ولد كرة حلوة قوي من ريكي ألفاريز يلم بمهارة عالية، ودييجو ميليتو هو عايزين يحتفلوا بدييجو ميليتو، الكل يحتفل بدييجو ميليتو، عودة ميليتو، عودة
النجم الهداف لنادي الانتر صاحب ال 34 سنه. شوف بقى امامنا هنا الفرحه والسعاده، وولتر ميتزاري يضع يده على التشكيله المثاليه، وموراتي سعيد ادي امامنا هنا ماسي موراتي السعيد وولتر ميتزاري، نظره تفاؤليه لمستقبل الانتر. بص شوف ريكي بيعمل ايه، وشوف هنا بقى دييجو ميليتو التحرك الجميل يروح وسط المدافعين، يا ولد يا لعيب، لمه حلوه قوي، بيانكو نازل يترقص ويعدي منه بمهاره حلوه قوي، شوف خده ازاي وعملها الميليتو على القائم الاول. يا ميليتو يا لعيب، دييجو ميليتو يعود ويعود الانتر هنا. صحيح المنافس متواضع هو ساسولو، جوارين كامبياسو عايز يصطاد الكوره ويلف ويسجل، ثلاث اهداف ليه في الموسم الماضي، سجل في بولونيا وفي جنوا وفي تورينو. يا ولد يا كامبياسو يا لعيب، لسه بقوله وبحكي، كامبياسو سجل في مين وجاب في مين، وستة نصف دستة من اشرار الانتر. ادي امامنا كامبياسو، امامنا اهو في المرمى، هدف حلو قوي كامبياسو، الهدف السادس الجميل لكامبياسو، ملعوب حلو قوي، ثلاث اهداف ليه في الموسم الماضي، وكان سجل في باسلوي في اطار مسابقة الدوري الاوروبي. ادي امامنا هنا، شوف امامنا التحرك وميليتو تسلل، على فكره دييجو ميليتو متسلل راجع من الاوفسايد، وكان بس يسجل، لكن هو مهرجان في كل شيء، والتحكيم طبعا يعني لا يؤثر، لكن نتيجه تقيله قوي. ادي امامنا هنا ميليتو كان راجع من التسلل، وبص شوف كامبياسو بيعمل ايه، بص شوف كامبياسو. وادي امامنا موراتي والعيله كلها حضرتها، الكره الجزائريه بتفوق على مالي وبنين ورواندا، ومواجهه مع المنتخب البوركيني ان شاء الله يوم 11 ويوم ادي امامنا كنف، امامنا السابع امامنا هنا اهو ميليتو في الدقيقة كام؟ الدقيقة 83. ادي امامنا سبعة لا شيء امامنا دييجو ميليتو يسجل في أول مباراة ليه بعد العودة من إصابة أمام كلوج، يسجل هدفين في هذه الليلة، هدفه كان الهدف الخامس في الدقيقة 64، ثم الهدف السابع في الدقيقة 83. ادي امامنا الكورة الملعوبة، شوف بقى كامبانيارو، وادي انطلاقه من جوارين، وخلاص النفس اتفتحت، وامامنا على طول سهله جدا فسحه النهارده للاعبي نادي الانتر. جوارين يصنع ودييجو ميليتو يسجل في هذه اللقطه، الهدف السابع في هذه الليله، والهدف الثاني ليه هي عوده دييجو ميليتو، عوده